إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعجل فرجه. قرآن کو اپنے سامنے کھولیے، قرآن کھول کے اپنے سامنے رکھیں اور اس دعا کو ساتھ ساتھ دہراتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل وما فيه وفي اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. قرآن کو بند کریں اور اپنے سر کے اوپر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا بك يا الله، 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 بمحمد 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 يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حبيب العالمين، آج کی قیامت کی شب میں سب سے پہلے اگر فرصا دینا تو رسول کی خدمت میں فرصا پیش کرے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
نکلنا چاہتے ادھر
گھر کے دروازے کے زنجیر نے ابا کے دامن کو پکڑا، گویا آواز دیا مولا نہ جائیے، میرے آقا نہ جائیے، علی مسجد میں آگے علی نے دیکھا ابن مجب سرا، خود علی نے اپنے قاتل کو اٹھایا، آواز دی بیدار ہو جا کیا اپنے مقصد گنجا محراب اذان میں آنا، اے کوفے والا اے کوفے والا، ایک مرد والی نے آواز بلند کی اللہ اذان دے گھر مسجد میں، اے دادار دیرے دیرے نمازی آنے لگے، علی مسلح عبادت میں ادھر خدا سے رازیات شروع ہوا، ابھی علی کا پہلا No!
olan Bilhassan, Bilhassan, Bilhassan. Hey!
Oh,
بمحمد ابن علي عليهم السلام، بعلي ابن محمد، 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 بعلي ابن بعلي ابن محمد عليه السلام، بالحسن ابن علي، 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 بالحسن ابن علي. خدايا ترقارقان بردر ابس كواستا جا تريا فريد النكر. خدايا
اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك يا ابن رسول الله،
السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنب معد الصبر حتى أتاك اليقين، أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين قتلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، فقد خاب من افترى، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيتك يا مولا يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحبك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبشرا بالهدى الذي أنت عليه فاشفع لي عند ربك. تصور میں مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف رخ کرتے ہوئے اس قبرے کو کہیں، السلام علیک یا حجت اللہ فی ارض و سماء صلی اللہ علی روحک الطیب و جسدک الطاہر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته، لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك فضاعف عليهم العذاب السلام عليك يا مولا يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجام يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء والصابرون، أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى ذاك اليقين، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. Yeah.
أشهد أنك قد جاهدت ونصرت وصبرت حتى تاك اليقين. لعن الله الظالمين ولكم من الأولين والآخرين ولحقهم بدرج الجحيم. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. دو رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام.